السلام عليكم ورحمة الله، تأخرت عليكم. يلا معلش إخواني، أنا رحت بيني وبينكم خليته يحمل، قلت بعمل فنجان قهوة وبرجع. عشان إيش؟ الواحد يكون مصحصح مركز معكم، لأن الوقت متأخر وأنا بسجل أصلا على الفجر. يعني الوقت الفجر الآن، يا دوب الواحد والله إنه قادر يشوف الشاشة. الله المستعان. على كل حال نرجع ونكمل وين وصل. لأن إخواني زي ما شفنا في الفيديو السابق، إنه دخلنا كود بحث ودخلنا وأخذنا نتائج، من ضمن هاي النتائج رحنا بحثنا وشفنا نتائج حلوة، وبناء عليه هيك على نفس هذا الموال إحنا ممكن نستخدم طرق البحث. طرق البحث كثيرة 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 إخواني، إحنا بنختار بعض الطرق، مش كل الطرق، نشتغل عليها عشان ما نضل كل يوم نسأل نفس السؤال: كيف نبحث عن منتج مربح، وكيف نبحث عن نيتش مربح، وإلى آخره. اعتمد طريقة معينة واشتغل عليها يا أخي. بعد فترة بتقيم الأمر، شفت الأمور أعطتك نتائج كويسة استمر عليها، شفت أي تعديل ارجع واسأل واستفسر وجيب طريقة جديدة. احنا على مدار الساعة نبحث، أنا بتكلم عن نفسي والله، على مدار الساعة تقريبا ببحث. يعني بكون في شغلي من خلال الموبايل ببحث، بكون في البيت ما باكل، يعني وقت الاكل يا دوب بسرعه بس عشان اقدر اكمل شغل يعني. فبدها تعب، بدها تعب يعني، بدها شويه تعب، لكن في نتائج ان شاء الله بتكون مرضيه يعني. شوفوا اخواني، مثلا لو تفرجنا هون على هذا المنتج، بتوقع حكينا عنه 168 فيوز، 11,000 و79 منتج انباع. يا اخوان يا شباب اللي يضلكم تسألوا ليش ما عندي فيوز، تعالوا شوفوا كيف الناس بتجيب فيوز، طلعوا كيف. طيب شوفوا هون 55,047، بسم الله ما شاء الله، يعني بتاخذ نتائج كثير ممتازة. تطلع هذا، تطلع يا اخواني 5,668 منتج انباع منه. شوفوا هون 12 منتج انباع آخر 24 ساعة بس، إيش هذا؟ أنت تشوف قائم ليست بتعطيك، جوجل ما بيبخل على حدا يا شباب، بس تعرف تتعامل معه. شوفوا شباب هون خلال آخر ساعة بس انباع منتج، خلال بس ساعة انباع منتج. بتطلع تقييم المنتج، بتطلع هون عندي عدد مبيعات 9,606 منتجات، تمام. احنا طبعا اخترنا المور ذان 10 افيلبل، يعني اللي متوفر منه اكثر من 10 منتجات. لانه ليش اكثر من 10 منتجات؟ لانه اذا احنا اخترنا المور ذان مثلا 1، او يعني اخترنا منتج ولا منتجين، مبيعات ضعيفة. يعني انت ما راح يكون عندك منتج واحد، ما راح يكون عندك انت منتج واحد وعدد واحد من الكوانتيتي، وتيجي تقول لي يعني والله بدي اشوف مبيعات، يعني اوكي بعته بعدين خلاص انتهى. فعشان هيك يعني الناس اللي بتبيع تحط كميات، زي ما كنا نحكي في البداية انه انا ما بهمنيش احط 100 منتج، انا ممكن احط منتج منه 2 3 4 5. في بعض المنتجات احنا بنحطها بكون منها متوفر 50 حبة و60 و100 حسب ما بنشوف عليه طلب. انا بهمني ابيع، ما بهمني ان يكون عندي 100,000 نوع. في سؤال صغير بدي هيك اطرحه بالنص بسرعة واجاوب عليه بسرعة. كثير في شباب ظلم يسألوا هل انا اشتغل على نيتش معين ولا اشتغل مشكل. شوفوا هاي الاجابه كيف بدها تكون بسيطه وسهله. يا اخي الكريم اشتغل اللي بدك اياه، المهم تبيع. كيف يعني اشتغل اللي بدك اياه؟ يعني لو انت مبتدئ، لو انت مبتدئ ما عندك مشكله، خذ اكثر من نيتش وخذ لك منتج او منتجين من كل نيتش وحطهم. لما تشوف عندك نيتش معين هو اللي صار عليه ضغط اكثر من غيره، بتبلش تخفف بالثاني وتزيد في الاولاني. زيها زي سياسة أي شغل في العالم، ممكن أفتح مشروع أبيع 10 أصناف، بعد شوي أقلل ال10 أصناف، أركز على صنف واحد وأترك التسعة، أو أركز على خمسة وأترك الخمسة، حسب اللي عليه شغل. فأنت ما في مشكلة نوع، ممكن تكون أنت محتار ما بين مثلا ألعاب الأطفال، وما بين مثلا ملابس النسائي، وما بين ما بين المكياج، وما بين مثلا الأحذية، وما بين لا خذ شوي من هاي وشوي من هاي وشوي من هاي. طبعا خذهم بعناية زي الطرق اللي بنحكي فيها، وبعد هيك نزلهم عندك واشتغل عليهم. بعد فترة قيمهم، اللي بتشوف عليه شغل أكثر من الثاني هو اللي يخليه والباقي يشيله. يعني لما ينتهي الشهر
ما تجدد اللي ما عليه شغل، جدد بس اللي عليه شغل، عبين ما توصل لنيتش يكون رقم واحد، يعني انك هيك انت مرتاح معاه 100% وبتفهم كل تفاصيله. تمام؟ شوف اخواني، تقييم 34,026، شوف المبيعات. طلع بسم الله ما شاء الله، شوف شوف، واحد واحد يعني بالساعة، بسم الله ما شاء الله، كل ساعتين ساعة بنباع منتج منه. طيب يا شباب يا حلوين، لو أخذنا إحنا بس آخر 24 ساعة كيف بدنا نقدر نجيب نتائجها؟ شوفوا كيف، شوفوا بس أضفنا هون sold in last 24 hours، يعني بس خلينا نفس الكود بس أضفنا عند sold in last 24 hours، كبسنا انتر، اعطاني هنا بس المبيعات اللي تمت خلال اخر 24 ساعة. طلع 20,600، طبعا عارف ايش يعني هذا الرقم، يعني هون 20,600 منتج تم بيع، 600 منتج تم البيع منهم، ممكن الواحد يكون انباع منه اربعة وخمسة، يعني هاي الاصناف اللي انباعت يعني مجموع. شوفوا لو نزلنا هون، انزل مثلا نتفرج هون، شوف 21/7 شايفين، شوف هون سعره، هاي المنتجات كلها طبعا بعد خلال 24 ساعة اخواني، يعني ممكن تختار المنتج اللي بدك اياه وتروح تجرب على سبيل المثال مثلا. شوف هذا المنتج 1580، زي لعبة الأطفال يعني، هاي هي اللعبة هاي اللي هيك بلفوها عليها، هاي بس لحالها مش عارف ايش اسمها، والله ما عارف، بتاعت الكار سيت هنا، يعني في نتائج حلوة، بتقدر تحصل نتائج كثير حلوة ومجزية. شوف هون، شوف هاد، هاي اللي بنحكي عنه، طلع 6 حبات last 24 hour، 6 حبات انبعت من خلال 24 ساعة. لو جينا على اللي بعدها، شوفوا هون، نشوف طبعا هون، شوف التقييم 1,665، يعني بتشوف نتائج حلوة. هيك اخواني بتقدروا تبحثوا عن اي منتج بدكم اياه. طب كيف اذا بدنا نخصص يا شباب يا محترمين نيتش معين، نشوف كيف كان البيع عليه سواء خلال 24 ساعة او خلال اليوم. شوف الكود التالي، شوف ايش عدلنا على الكود، سولت بعدين حطينا التويز مثلا العاب وهيك، كملنا نفس الكود وكبسنا انتر، واعطانا يا صديقي العزيز انه هاي اللي بتخص الالعاب، بتخص الاطفال اللي عليها شغل كنيتش، طبعا مش كصنف معين، كنيتش. بعدين نحكي على الاصناف يا شباب، بعدين نحكي عن منتج بعينه كمان مش بس. شوف هون 729 مرة انباع من هذا المنتج، هون 1539 مرة انباع من هذا المنتج، انزل انزل انزل، 3468 مرة انباع من هذا المنتج. طبعا ممكن واحد يقول ماني يا شيخ بقدر اروح على اي باي واروح اختار سولد ايتم واحط منتج وبيطلع لي كل انباع. لا يا صديقي، هون بيحصر لك نفس المنتج مش مكرر، يعني ما بتلاقي هذا المنتج هون او هون، تلاقي هذا منتج شكل وهذا شكل، يعني هو اخذ الاحصائيه ما اعطاك للبائع الواحد، اعطاك لكل البائعين، تمام، جمعهم مع بعض واعطاك اياهم عشان تقدر تاخذ احصائيه. اما انا لو بدي اروح ادور على كل منتج وعلى كل بائع لحاله وعلى كل، لا يعني متعب الموضوع. هيك كود صغير انتر، عمك جوجل ما بيقصر مع حدا يعني، تمام. هيك بنقدر نخصص نيتش معين، نقدر من خلاله نبحث ونشوف. شوف هون مثلا 2487، هون احنا بنختار طبعا بالتويز،
لو رحنا اخترنا فاشيون، لو رحنا اخترنا اكسسواريز، لو اللي بدك اياه، غير الكلمة من تويز، حط النيتش اللي بدك اياه واعطيها انتر، وشوف الحاج جوجل شو بحكي لك. طلع هون 2489، هون بحكي لك انه في 7 شافوها خلال ساعة. يعني انت كيف بتقيم هذا المنتج لما انت تشوفه هيك؟ كيف بتقيمه؟ بتقيمه منيح ولا عاطل؟ والله منيح، والله يا شباب انه منيح. طلع بسم الله ما شاء الله. لو دخلنا هيك نتفرج، طبعا هسه لو بدي ادخل احكيكم كيف نجيب هذا المنتج، راح الموضوع ياخذ كمان يوم زيادة، فنحن نكمل هاي الاكواد وهاي طريقة البحث المرة الجاية ان شاء الله، كيف نجيب مصدر اي منتج بدنا اياه، وشو الاسواق اللي ممكن ندور عليها. اخواني احنا بس شغالين على امازون، على علي اكسبريس والمرت، وقاعدين تاركين الدنيا ورانا، مش عارفين ايش بصير. لكل مجتهد نصيب، وانا 25,000 و94 من التويز هاي. شوف هاي الالعاب الصغيرة هاي، الله يا اخي اولادي كانوا يضلهم يلعبوا فيها، بحبوها هاي. شوف 25,095، بسم الله ما شاء الله. شوف تقييم، شوف 5,740، يعني بالله يعني عدد المبيعات اكبر من تقييمه يا اخوان، يعني اضعاف اضعاف، بس من صنف واحد. اذا ما ندخل عنده ونشوف شو عنده اصناف، بنشوف بلاوي، احنا ما بدناش ندخل بهاي التفاصيل كثير. يعني شوف هون طلع عنده برضه 7 خلال 24 ساعة بس اللي بيشوفوه. طلع بسم الله ما شاء الله. شوف يعني لو بدنا نحسب، شوف 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 شوف، هذا شهر جولاي من هذا المنتج لحاله، شهر 7، شهر 7، شوف هذا كله شهر 7، شهر 7 هون. لا لا هون، استنى يا شيخ، شو اللي شهر 7؟ اطلع عن جولاي، ايوه هون، شوفوا من هون. لو بدي اعدي لكم اياهن 30 40 50، مش عارف قديش بيطلعوا، يعني عدوهن انتوا دوروا عليهن وعدوهن، بتشوفوهن رقم، بس ما تحسدوش الزلمه، خليه يكمل شغله، الله يسترها معه. طيب شوفوا هون، شوف 98% صوت، طلع 970. سامعين الاذان؟ باذن اخوان الفجر، شايفين وانا بسجلكم بالفيديو، بس ادعوا لنا، بدنا الدعاء بس يا شباب. شوف هذا 700، 973. طبعا اي خطأ بالكلام بالكتابة ما حد يزعل مني، والله العظيم يا دوب اشوف الشاشة، لكن عشان وعدتكم بدي اكملكم وبعدين اروح انا. شوف شوف هون 17 و11، طيب وين الباقي؟ مش عارف ليش هم مش مبين، بعدين بنرجع ليش طوله كله. تمام، هيك احنا عرفنا كيف نشوف كل المبيعات على اي باي، وعرفنا كيف نختار المبيعات اخر 24 ساعة، وعرفنا كيف نختار النيتش اللي بدنا ندور عليه ونطول المبيعات. هي 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 الكود، خبيه عشان ما تنسخوش، هي هي خبيه. بس لا والله ما انا مش راضي اخبيه، لو بدي اخبيه كان من الاول قصيتها اصلا، بس انا مش خسارة فيكم يا اعضاء الجروب المحترمين. تمام، طيب يا اخوان، هسه لو احنا مثلا، لانه شوفوا عشان اقدر اقيم منتج معين، انا بدي اعرف عن المنتج، تقييم المنتج، بدي اعرف نسبة المبيعات على المنتج، بعدين نحكي بالاسعار. احنا شوف كل هذا، احنا قاعدين نحكي عن منتج وعن نيتش، كيف نقدر نجيب احسن المنتجات واحسن النيتش. هلا ممكن تطلع هاي جزء كبير منها مثلا فيرو، طبيعي عادي، يعني لما تكون شركة او يكون شخص باع هاي الكمية من المبيعات، اكيد هو راح يكون يعني تريد مارك، اكيد راح يكون فيرو، لكن مش كلهم، مش كلهم شباب، عشان ما تتشائموش، مش كلهم. بطلع لكم منهم مثلا 10 فيرو، بطلع لك الباقي فري تقدر تشتغل فيه، ما تخاف يعني. بس بهمني كمان اعرف الواتشنج، بدي اعرف المشاهدات، بدي اعرف الناس اللي قاعده بتتابع، اللي حاطينهم على الواتشنج ليست. شوفوا هون بس غيرنا واتشنج، تمام، وكملنا الكود زي ما هو. طبعا تبحث بالبريطاني، بتبحث بدوت كوم، اللي بدك اياه ابحث زي ما بدك. اعطاني هون، شوف ايش هذا الرقم، 18,135، والله كانه هيك 1200 1225، ما شاء الله. طيب نشوف هذا مثلا،
شوي البروس فيو ذس ايتم. شوف هون people who's view this item also. تمام. انا والله مش بقول لكم معلش تزعلوش مني مش مجمع، طلعت لي هون فكرت حالي جيت غلط. يلا على كل حال شوف 123 مشاهد خلال ساعة، خلال يوم، خلال يوم 123 مشاهد خلال يوم. شوف 1240 عدد المبيعات. نفس الفكرة نحددها للنيتش اللي بدنا اياه، نقدر نحط الواتش مع النيتش، نقدر نحط المدة last 24 hour last week last او بدون ولا اشي بتطلع كل الوقت. بناء عليه بقدر اطلع انا المنتج واقدر اطلع النيتش اللي فعلا بكون عليه نسبة مبيعات عالية. طلعوا يا اخوان الشروط اللي بتتوفر في اي منتج عشان يكون winning product، عشان يكون منتج ناجح، مش بس انه مش متوفر في اي باي، مش شرط. حتى لو مش متوفر في اي باي مش شرط يكون ناجح، ممكن تحط منتج انت الوحيد اللي حطته في اي باي وما يكون عليه طلب، يعني مش انت الوحيد اللي ذكي والباقي غبي يعني، لا مش شرط، مش هاي القاعدة. القاعدة هي كالآتي إخواني. الآن لما أنا بدي أبيع إشي معين سواء بالواقع أو على الإنترنت، قبل ما أبحث عن الأسعار رحنا اخترنا نيتش معين، استقرينا واخترنا النيتش بناء على معطيات معينة وعلى نسبة مبيعات. شوفوا نسبة مبيعات، أنا بهمني البيع دائما والسوق عرض وطلب، بهمني العدد الأكبر عليه بيع اشتغل عليه، بعدين باجي بحكي بالسعر وبالمنافسه. يعني مش معقول انا اروح على منتج اجمالي المبيعات عليه خلال هالشهر او خلال هالاسبوع 10 واجي اقول ليش ما فيش عليه مبيعات، ما انت رحت يعني اخترت شغله ما عليهاش طلب يعني. فاحنا اول شيء بدنا نعرف نسبه الطلب على هذا المنتج، اول شيء نسبه الطلب على النيتش نفسه. لما نختار تويز مثلا، نختار الالعاب، نشوف كيف على سبيل المثال نختار نسبة الطلب عليها، نشوفها قديش عالية. مثلا والله عندي عليها طلب إجمالي الطلب عليها مثلا بوصل مليون خلال شهر. بعدين نيجي نختار منتج من هذا النيتش، بنشوف أعلى منتج عليه طلب. بعدين بنيجي بنرجع لموضوع السعر والمصدر، إنه كيف أحسن سعر بينباع فيه. وبعدين بنيجي نختار كيف ممكن نقدر نحصل هذا المنتج، وهل ممكن نجيبه وننافس بسعره، او كيف في فكره معينه او في اسرار معينه ممكن استخدمها تخليني ابيع منتج باقل من سعره ولكن بنفس الوقت اكون ربحت. هذا الحكي كله اخواني انا بوعدكم باذن الله كله ينحكى فيه، ما اخبي عليك ولا شيء، مش ولا شيء ولا شيء، بخبي اشياء بسيطه بس هاي يعني تسامحوني فيها، لانه بتعرف كل مهنه يعني انت بتتعب فيها برضه، يعني عمرك بروح وانت قاعد تتعب فيها. لكن ما راح ابخل عليك وراح اعطيكم شغلات كثير كويسه واخلي لي شغلات شوي صغيره عشان ايش اضل انا شغال ومستور الحال فيها. تمام. الآن إخواني هذا الموضوع عشان أنت تقدر تختار هذا النيتش، تقدر تعمل بنفس الوقت نفس طريقة البحث، لكنك تعرف أنت الكود الخاص بكل موقع. إحنا الآن بحثنا على إي باي، أنا ممكن أجي أبحث على نفس النيتش مثلا على أمازون. طيب إيش علاقة أمازون في إي باي؟ هنا بيجي دور انه هل المصدر اللي انا بدي اشتغل فيه من امازون، بناء عليه بدي اشوف النيتش اللي انا بدي اشتغل عليه في امازون كيف شغله عند امازون. يعني اذا انا شفت انه عليه طلب كثير عند امازون، هنا معناها انا من رأيي انه شوي تبعد عنه. ليش؟ لانه مش انت الوحيد اللي قاعد بتجيبه، ولا انت من ضمن اول 1000 ولا من ضمن اول 2000، في مليون غيرك قاعدين بياخذوا نفس المنتج من امازون. طيب لو رحت على سوق ثاني ولقيت المنتج ورحت بحثت عنه هنا عن نيتش ولقيت انه نتائج البحث على هذا النيتش في هذا الموقع قليله، معناها مش كثير ناس بتعرف الموقع هذا انه موجود فيه هذا المنتج. بناء عليه انا بتشجع وباخذ، بصير المصدر سري لي اكثر من غيري. اتوقع انه واضحه الفكره يعني، وهيك شوي ترجمها. بعرف انه اللهجة شوي صعبة بس والله حيرتوني، انا مش عارف احكي اردني احكي مصري احكي فصحى، خلوني احكي براحتي. اللي ما بيفهم علي اخواني يسامحني،
ويطلب مني اني اكتب له كتابه بكتب له وعد. بعرف الشباب المغاربه يمكن مش راح كثير يفهموا علي، لكن المصريين اكيد راح يفهموا علي، بس يمكن يحسوا اني انا سريع شوي بالحكي، مع اني انا بحس انهم سريعين. لكن على كل حال انه نفس الاسلوب نقدر نجيب كود لاي موقع بدنا نشتغل معه. الفكره عشان تكون واضحه 100%، انا عندي لعبه، عندي منتج معين انا بدي اجيبه، لقيت له مصدر. هذا المصدر قبل ما اجيبه منه بروح اشوف هذا المصدر كيف عمليه البحث على هذا المنتج عليه وكيف عنده الشغل. كل ما كان هو اعلى كل ما كان منافسته اقوى، فببعد عنه اكثر. يعني انا بهمني اللي ببيع فيه يكون عنده عليه البحث عالي، واللي بشتري منه البحث عليه اقل. اما مش اروح انا اجيب اللي ببيع منه اللي ببيع عليه بحث عالي واللي بشتري منه بحث اكثر. لو رحنا على هسه على امازون واخترنا صنف بين اي باي وبين امازون بلاقيه بامازون اكثر. ليش؟ لانه كل الدروب شيبر اللي موجودين على اي باي بروح بجيبوا منتجاتهم يا من امازون يا من علي اكسبريس يا من ويلمارت، مش عارف هيك كم من موقع، اربع خمسه هن المحصولات اللي بيشتغلوا عليهم الناس. يعني اكثر الناس مش كل الناس، لكن في مواقع اخواني دور روح اعمل لك قائمه. اول قائمه اعملها بالنيتش، ثاني قائمه بعد ما تعمل دراسه لهذا النيتش اعمل قائمه ثانيه بالايتمز، ايش البرودكت اللي ممكن انا اشتغل عليه، واعمل طبعا بعد ما اعمل بحث ثالث قائمه من وين ممكن اجيبه. خلينا نجيب مصادر، خلينا نجمع. انا بعطيكم اسرار بس انا برضو بدي انت تشتغل، بدي اياك تتعب، بديش كل شيء تضلك قاعد وتقولنا اعطيني الطريق من A to Z، امشي معنا خطوه خطوه كيف نعمل. لا، انا بعطيك الاساس وبعلمك وانت روح كمل، روح كمل. اجمع لك قائمه يا اخي فيها مثلا 100 موقع، 100 موقع، 50 موقع، 70 موقع. انا بالاداه حاليا شغالكم باذن الله راح اوصلكم 250 موقع بحث، وراح تبحث الاداه لحالها تعطيها النيتش اللي بدك اياه، وهي تعطيك اسعار المواقع كلها، تعطيك افضل سعر واحسن سعر. لكن اعطوني برضه وقت، يعني سامحوني انه الوقت، يعني انا تقسيم الوقت ما بين عملي وما بين بيتي وما بين شغلي وما بين نومي وما بين هيك، والله انه صعب جدا، لكن الله المستعان. يعني دعواتكم ان شاء الله ربنا اكيد راح يقدرنا باذن الله رب العالمين. فزي ما اتفقنا راح نعمل اكثر من قائمه، قائمه راح تكون خاصه بالنيتش هيك نبداها، القائمه الثانيه راح تكون بالايتمز، القائمه الثالثه بالمواقع. بعد ما تجهز هذول تعالوا بعدين نشوف كيف نقدر نقارن بين المواقع، وكيف نقارن بين الايتمز، وكيف نقارن بين النيتش. يعني انا صار عندي هسه 30 نيتش هذول ممتازات، صار عندي 150 منتج ممتازات ممتازات، وصار عندي 100 موقع ممكن اشتغل عليه ممتاز. طيب انا الان بدي اشتغل على نيتش واحد او اثنين او ثلاث من ضمن هال30، بدي اشتغل لي على اربع خمس منتجات، وبدي كيف اخذ بناء على ايش؟ عشوائي اخذهم هيك خلص يعني اي ثلاثة بيشتغلوا؟ لا، راح اقول لكم عن طريقة كمان كيف نختار عشان اخذ اعلى ليفل، كيف توصل انت توب سيلر، كيف انت تقدر تكون بياع محترف، كيف انت تقدر تنافس، كيف انت تصير كبائع عربي ك دروب شيبر عربي بتنافس الاجانب. وانا بوعدك باذن الله غير تنافس الاجانب، بس بدك تطول بالك علي وتستحملوني وتضلكوا تدعوا لي. كل ما زدتوا بالدعاء صدقني صدقوني غير ربنا ان شاء الله يقدرني اني اساعدكم واوقف معكم اكثر باذن الله رب العالمين. راح اعطيكم كود واحد لعلي اكسبريس مثلا او لامازون، ما بعرف اللي بدكم اياه، او بعطيكم اثنين وبناء عليه هي هيك الطريقه بتتم. طبعا انا اعطيتكم كود لعلي اكسبريس لانه بعرف انه كثير من الشباب بيشتغلوا على علي اكسبريس، في شباب بيشتغلوا على امازون، بس انا بصراحه بديش كثير برضو. هذا الفيديو صار 100 ميجا بكفي هيك، بس شوفوا هذا الكود مثلا، هذا الكود بيعطيني اللي هو هون. طبعا اخترنا من الاوردرز لانه علي اكسبريس عنده مش سولد، عنده اوردرز. تمام، هلا احنا بدنا نعرف كل شركه ايش عندها وكيف امتدادها بيجي وكيف يعني في لها، بساعدكم فيهم باذن الله يعني. لكن خلينا هون عشان الفيديو برضو ما نطول. وهنا بيعطيني على كل على الاوردرز اللي صارت، وبيعطيني التفاصيل عنها نفس الطريقه اللي اشتغلنا فيها، نقدر نشوفها بسرعه. ناخذ اي مثال نتفرج عليه مع بعض. شوفوا اخواني هاي النتيجه، هون عندي هذا المنتج بعلي اكسبريس، شوف هون 4328 اوردرز صار على هذا المنتج. تمام، يعني المنتج قوي مش ضعيف. شوف هاي بالاكسسوارات،
هيك إخواني نقدر نبحث وعليه. فقس واتعب، اجتهد، تعلم، معلش صدقني بتستمتع لما توصل لمرحلة انك عارف شو بتعمل. انت بتكون جدا مبسوط، عندك ثقة عالية بنفسك، بتعرف شو بتعمل، عارف شو وين الطريق اللي انت ماشي فيها وين رايحة. اخواني مجال الدروب شيبينج مجال كبير، له اسرار كثير 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 فوق ما تتخيل. ما تضلكوا على المستوى المحلي، على مستوى انه اشي يعني تقليدي، اشي حفظناه، خلينا اشي نفهمه، خلينا نتعلم، نتعلم، خلينا نفهم، نعرف كيف نبحث، نعرف كيف نشتغل. لما المثل اللي قالوه الحاجة أم الاختراع مش كذب، احنا لما احتاجنا انه نعمل طريقة عشان نسهل على نفسنا نبحث 250 موقع، كان عندنا خيارين، اما بنحط 250 لينك قائمة وبقول لك خذ منها اللي بدك اياه كوبي بيست ودور، واما الخيار الثاني، احنا كان عندنا 3 خيارات مش 2، اما الخيار الثاني انه بخليك انت بس تكبس عليه هو يفتح لك الموقع، واما الخيار الثالث اني بخليك بس انت تكبس على اسم واحد او منتج واحد وهو لحاله برنامج او الاداة تجيب لك من 250 موقع. طبعا انت بالنسبة لك كبسة زر وكتابة كلمة او كلمتين بتاخذ نتائج. انا بالنسبة الي برمجيا الله المستعان، تعال شوف عشان اقدر اوصل لك نتيجة صغيرة قديش انا ممكن اخذ فيها شغل. فعشان هيك معلش خلينا نتعب بس نرتاح لقدام. انا بدي اورجيك شغلة بسيطة كثير وبناء عليها انت شوف كيف الجهد اللي مطلوب منك. عشان شوف اخواني احنا شعوب عربية بشكل عام جبارين، وهاي ميزة فينا حلوة. فأنا بقول لك خلي معنوياتك عالية، ما تقلق، تفكرش إنه العرب ما بيفهموا، لا إحنا بنفهم وإحنا بنعتز بعروبتنا وإن إحنا بنفهم، بس إحنا بنقول لك اتعلم، خلينا كلنا نساعد بعض، خلينا كلنا نوقف مع بعض عشان نوصل لمستوى ننافس فيه الأجانب وننافس فيه الغرب ونكون أحسن منهم كمان مش بس زيهم يعني. طبعا شوفوا إخواني هذا الأداة اللي كنا شغالين عليها طورناها، هاي لمحة سريعة بس أعطيكم عنها، طورناها شكلا ومضمونا عشان هون انت لما بدك تشتغل تجيب اي منتج بس عليك تحط الرابط، بعرف انه مش راح يظهر مظبوط معك هون مش مشكلة، تختار بس الماركت اللي بدك تشتغل عليه سواء امازون او غيره وبس بتكبس جو. في الاول احنا كنا نروح ننسخ العنوان ونجيبه، وكنا نروح نجيب الصورة وننسخ ونجيب الكلمات والسعر إلى آخره. شوف الآن إحنا وين توصلنا الحمد لله، كل اللي علينا بس إنه نضغط ونصبر عليه تقريبا 10 ثواني. طبعا شوف النتيجة إخواني أقل من 10 ثواني والله الحمد لله رب العالمين، 3 4 ثواني. طبعا هو بيعتمد على النت يعني معروف هذا الحكي، لكن بظل أسرع من المواقع والأدوات المشبوكة بالموقع لأسباب كثير بعدين بحكي معكم فيها يعني. لكن شوف باختصار هون جاب العنوان لحاله، نزله، نزل لي التاجز، ونزل لي الكيورد، ونزل لي كل شيء، واعطاني الاس كي يو، واعطاني الصوره نزل ليها هون مباشره لحالها، واعطاني السعر اللي بالسورس اللي بالمصدر، واعطاني هون قديش انا ممكن ابيع 24 دولار وكذا، هو معطيك لاخر مليم يعني عشان انت تختار اللي بدك اياه. وبعد ما نخلص طبعا من هون احنا بنقدر نختار اي تمبلت بدنا اياه مباشره، مجرد ما ضغطت عليه هو لحاله بحول بدون ما انت تقعد يعني تنسخ وتعمل وتساوي زي ما حكينا فيه. وشوف الشغلة الحلوة كمان في الموضوع انه قبل ما انا اعتمد المنتج، طبعا من هون التايتل بقدر يعطيني يغير لي التايتل زي ما بدي، بيعطيني اكثر من تايتل هون او هون على الجهتين بيشتغل. هون في شغلة كتير مهمة اني لو بدي انا اعرف المنافسة على اي باي لهذا المنتج ده اجيب سعره من اي باي، بس بنضغط على اي باي. شوف اخواني هون لما ضغطنا على اي باي اعطاني نتائج البحث هون مباشرة، طلع شوف هذا المنتج 24 دولار 95 سنت اقل سعر له موجود هون، هذا المنتج على سبيل المثال. وانا عندي انا 24 دولار ببيعه، عندي هون 41 دولار ونص، عندي هون 24، وانا بيجيب لك القائمة كلها موجودة. شوف هون 24 دولار 85 30 52 الى اخره، بتقدر انت
يعني شفته مناسب وشفت سعره تمام، خلاص بتعتمده وتقول له ليست ان اي باي، مجرد ما كبست هون راح يعطيك على طول، يحولك على اي باي وينسخ لك كل اللي موجود هون في اي باي، ما راح ينشرها عشان انت تراجعها وتتاكد منها بنفسك، راح يخلي عليك بس كبسه واحده اللي هي النشر على اي باي، لكن هو راح يوجهك على اي باي وينقل لك كل المعلومات من هون لاي باي. وبالنسبه هون لل الديسكريبشن اذا ما عجبني، في عنده تقريبا 4 ديسكريبشن احيانا بتكون متوفره حسب المصدر، ممكن تغير تشوف مش موجود مش موجود نفسه موجود. في بعض الاحيان في بعض المنتجات تكون حاطين اكثر من مكان للديسكريبشن، تقدر تختار من ضمنها، والسعر تقدر تلعب فيه، تركت لك اياه مفتوح تلعب فيه من هون او من هون زي ما بدك، تقدر تختار. واذا بدك تغير الصوره بتقدر برضه تغير الصوره، هو اختار لك الصوره الاصليه تبعت المنتج طبعا، وانت بناء عليها بتشوف هاي المنتج زي ما انتم شايفينه، هاي الصوره تبعته، وهي سعره $18.99، وعندنا في الاداه تبعتنا $18.99، واعطانا انه لازم احنا نبيعها ب 24. طبعا هو حاسب العملات كلها واعطاك نسبه ربح 15%، نسبه ربح 15% كثير ممتازه طبعا. بعد هيك لو انا بدي اشوفه قبل ما اوديه على اي باي، زي ما انتم شايفين بس كبست بريفيو على طول بيطلع قدامي هون امامي، اشوفه بقيمه، بيعطيني اياه طبعا على يعني على حجم التاب تقريبا، احنا عشان الشاشه يعني ما بدنا نكبرها اكثر من هيك، نقدر نصغرها على حجم الموبايل، نقدر نكبرها زي ما بدنا، لكن عشان تضلكم شايفينها بالشاشه. ومن هون بقدر اختار مباشره لو انا بدي اغير على اي تمبلت بدي اياه، بس علي اضغط هيك واحكي له بريفيو، مباشرة بيعطيني التمبلت الثاني هون شايفين، هذا كله شغالين عليه عشانكم يا شباب، مش خسارة فيكم صدقوني بإذن الله رب العالمين. لسه في عندي الفايند البحث، طبعا هون راح اخليه بإذن الله رب العالمين يكون يعني معتمد. لحد الآن هو تقريبا يعني صار على امازون وعلي اكسبريس والمارت و بانجوت و هوم بي. اوكي يعني 1 2 3 4 5 مواقع الان هو بيقبل منها الشغل، باقي المواقع شغال عليها، يعني ان شاء الله بوصلك يا 15 20 موقع يعتمدهن، وبعد هيك كل فترة بزيد عليه مواقع وبعطيكم اياه، يعني لانه بصراحة كل موقع يعني مش اقل من 3 4 ايام شغل بس برمجي، يعني عشان يقدر يقبل. طبعا لغة البرنامج الشباب كانوا يسألوني، أنا بشتغل على هذا البرنامج، اشتغلته على الدوت نت الأولاني اللي عندكم، كنت شغاله على الفي بي 6، طبعا هذا اشتغلته على الدوت نت عشان أسرع عشان أجمل، يعني شكله فيه إمكانيات أعلى، بس احنا هذا كبداية بدأنا فيه كفكرة عشان تكون أسرع معي بالشغل بالتنفيذ، هنا شوي بياخذ شغل أكثر لكن مطور أكثر لأنه فيه إمكانيات كبيرة. بعد هيك بنشتغله على نظام مختلف تماما، نرفعه على سيرفر بإذن الله رب العالمين، بس ننتهي من البرنامج ونتأكد من إعداداته وتجربوه فترة، نتأكد إنه شغله 100% إن شاء الله. اللي بنعمله مباشرة بننقله على سيرفر ونخليكم تصيروا تشتغلوا من خلال سيرفر بإذن الله رب العالمين، بناء عليه بتقدروا يعني تصيروا أنتم مش مضطرين ولا محتاجين إنكم تحملوا البرنامج عندكم على الجهاز، تقدروا تدخلوا زي أي أداة موجودة على النت تمام. ولكن قبل ما نرفع السيرفر لازم نتأكد منه 100%، بعد هيك بنختار سيرفر يكون قوي يتحمل إن شاء الله وبنرفعه عليه. وهيك بنكون خلصنا اليوم، يعطيكم ألف عافية وسامحونا على الإطالة، لكن يعني أنتوا هيك طلبتوا وأنا هيك لبيت. السلام عليكم.